مشاهدي قناة الإعلامية أنفاس تيفي داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريد بالضبط بالمريصة ديال دار بوعزة. كاين اللي كيعرفها وكاين اللي ما كيعرفهاش، هي معروفة بالشواية. من خلال هذا الروبورتاج غنتعرفوا عليها كاملين، أجيو معنا. عليكم السلام سيدي. بخير اخويا. مرحبا مولانا. مرحبا بينا عندك في المريصه ديال دار بوعزه. مرحبا. قالوا لي انت راك ولد المنطقه، انا زياده وخلوق. انا زياده وخلوق. تقريبا هذه المريصه شحال عندها من عام ديال دار بوعزه؟ واش نقول لك اخويا، دابا انا زين عمري 45 عام، وملي تزاديت شويه كاينه المريصه هذه. يعني كتعقل على حسب انت العقل عليها، ولا حسب الناس اللي تيعاودوا لنا، الناس اللي تنعرفوا، الناس كبار وهذاك الشيء، قديمه بزاف. يعني عندها تاريخ. عندها تاريخ هذه المريصه ديال دار بوعزه. وانت اختصاصي في هذه الفواكه البحر؟ اييه، انا كنبيع لي زويتر الفواكه البحر، اختصاصي فيهم. وكيدير الاقبال عليهم؟ مزيانين مزيانين، سيرتو في الحال البارد. دابا في الصيف ما كيكونش عليهم اقبال بحال في الوقت ديالهم. دابا لا بيريود ديالهم كيكون الحال البارد، شهر 11 12 1 شهر 2. هما مزيانين في الحال البارد. في الحال البارد. ودابا يعني المريصه من دخلنا لقينا الاقبال على الشوايه بزاف. علاش؟ دابا البلايصه صغيره فهمتي، وتعرفت المريصه فهمتي، ولات معروفه. علاش سموها مريصه؟ حيت صغيره هي. فوالا، ولات معروفه. الناس دابا كازا كتجيهم زوينه دغيا فهمتيني، تولي ساعه ديال الطريق ومتنفس. كيجيو يعني ياكلوا. كيجيو الناس من كازا ولا من خارج؟ لا لا، من خارج كازا، ولكن سيرتو الناس ديال كازا الاكثريه. ديال كازا والنواحي ديالها. النواحي ديالها. كيجيو الناس من مراكش، من فاس، من كثير، من بزاف المنطقه. والمشاكل اللي كتلقاوها في هذه المريصه؟ المشاكل اللي عندنا هنايا هي النظافه. ما كاينش النظافه. النظافه ما كايناش. علاش؟ لان السلطات وفهمتيني والناس اللي هنا ما مساعدينش هاد الناس، هنا ما مساعدينهمش باش ينقيو. يعني ما مادينش لكم يد المساعده. ما كايناش يد المساعده نهائيا. فهمتي هاد المريصه ما كرهوش بزاف ديال الناس، ما تبقاش هي كاع يحيدوها. وهي راه تاريخ ديال دار بوعزه. وهي راه تاريخ ومتنفس والقلب النابض ديال دار بوعزه. هي هاد المريصه. يعني الناس عايشين منا بزاف ديال الناس، ناس ديال بزاف العائلات، بزاف ديال الناس عايشين من هاد المريصه هادي. كاين شي فواكه البحر؟ موجود الخير. موجود. فين ميلي فين ميلي. قولي هاد المرصه شحال عندها من عام تقريبا؟ فوق 100 سنه. فوق 100 سنه وهي كيده. فوق 100 سنه. يعني من ايامات الاستعمار. من ايامات الاستعمار. هاد المريصه ديال دار بوعزه. هنا كيكون فيها هنا الاغلبيه هنايا كي الحوت كان قديم هنايا، وكانوا كيصدروا وخرجوا بزاف الحويجات. وباش معروفه هي المريصه اللي عندها الاقبال؟ معروفه بالحوت. شوايه الحوت، شوايه قهاوي هنايا كاين الحوت، فخايش طري زوين كاين الحوت، انواع ديال الحوت كثيره كاينين. والمشاكل اللي كتلقاوها في هذا المرصاد؟ المشاكل اخويا هنا حاليا دابا ما كاينش مشاكل، راه حنا خدامين بخير، غير هي من بعد، من بعد تقدر تكون شي حاجه. يعني مي غيوصل لنا الكورنيش وغيوصل البني وغيوصل. فوالا، خص البديل، الا ما عطاوكش البديل راه غادي تبقى بلا والو. خصك تقلب على راسك في شي حوايج. ان شاء الله نتمنوا خير. تحياتي، شكرا. مرحبا بينا عندكم في المريصه ديال دار بوعزه. مرحبا اخويا، نهار كبير هذا. كاين شي رواج؟ شويه كاين رواج زوين، كاين رواج، كاين رواج، كاين الحوت موجود. موجود شويه الحوت، ولكن دابا عند المناسبه حيت كاين دابا ديال الروطال، دابا الحوت قليل شويه، ولكن كاين الحوت الحمد لله. هذه المريصه ديال دار بوعزه يعني معروفه بالشوايه. معروفه من بكري، راه هي الاساس ديال دار بوعزه باش تشهرات هي هذه المريصه هذه فهمتي. شحال تقريبا عندها من عام ربما؟ وراه قديمه بزاف اخويا، راه واحد تقريبا ما نقول لك واحد 60 عام 70 عام، حنا ملي تزدنا كاع ولقيناه هنايا وكبرنا معاه. انا في عمري دابا 40 عام وانا لقيته هنايا وباقى هنايا الحمد لله. يعني الناس كيتوافدوا على من النواحي ديال الدار البيضاء كامله؟ تقريبا، وكيجوا لها ماشي من الدار البيضاء، من سطات، كيجوا لها من مراكش، من مدن اخرى، زعما ماشي هي زعما قبله سياحيه مهمه بالنسبه للدار البيضاء، الساكنه وكل شيء. تحياتي. الله يحفظك خويا.